السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن المشروع نتاع فك الاختناق لي على العاصمة الجزائرية. وهذا المشروع هذا يتكون من عدة مقاطع اللي راح تنجز حول مدينة الجزائر. الهدف منها هو التقليل من الاختناق المروري وإعطاء المزيد من السيولة والميولة في حركة المرور ما بين بلديات العاصمة. والمشروع فيه عدة مقاطع. اليوم راح نتكلم عن مقطع هام جدا، وأظن أنه هو المقطع الهام في أهم مقطع في هذا المشروع هذا. وهو المشروع هذا يوصل مدينة الجزائر بالمدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. وهنا نروح نشوف المنطقة هذه اللي راح يشملها المقطع هذايا اللي يوصل مدينة الجزائر العاصمة على مستوى العاشور. وهنا عندنا المنطقة نتاع العاشور. إذن هنا نشوفوا المنطقة تاع العاشور. وهنا نزيد نروح نشوف المنطقة نتاع سيدي عبد الله. هنا نشوف المنطقة نتاع سيدي عبد الله. إذن هذه هي مدينة سيدي عبد الله. وهنا عندنا محور قيد الإنشاء. نشوف هنا هذا، هنا محور، هذا هنا نشوفه، هذا هنا راه قيد الإنشاء على مستوى المدينة الجديدة نتاع سيدي عبد الله. ويكمل هذا المحور، هذا هو الشارع الرئيسي نتاع المدينة الجديدة المستقبلية. يعني المنطقة المدينة الجديدة المكتملة حاليا نوعا ما راهي هنا في الجهة الشمالية، ومازال الجزء الجنوبي تاع المدينة الجديدة مازال يزيد يكتمل إلى حدود يعني ولاد منديل وبرتوتة. إذن هذه هي المنطقة نتاع المدينة الجديدة. وهنا نشوفوا المنطقة نتاع العاشور، ونوريكم يعني وين راح يمر الطريق السريع هذا اللي راح يشمل يربط العاشور بالمدينة الجديدة. إذن هذا الطريق يمر من هنا ويهبط هنا ويتصل هنا. عندنا هنايا محول، هنا لاحظ كاين محول يوصل هنايا للمحول ثم يكمل من هنا يكمل إلى المحول هذا الثاني. نشوف هنا المحول الثاني، هذا المحول الثاني يزيد الطريق هذا يكمل هنا يوصل لهنا، يمر تحت طريق السيارة هذايا، يمر من تحت. ونفس الشيء هنايا يمر من فوق، هنا يمر من فوق. إذن هنا هذه النقاط تاع التقاطع هذه الزوج نقاط تقاطع الجسور معمولة، إذن ما فيش إشكال هنايا. ثم هنا الجزء هنايا راه مخدوم يكمل الطريق هذا، هنا تبقى هذه هنا الجزء هذا راه قيد الإنشاء. شو لاحظ هنا؟ هنا طريق راه قيد الإنشاء. إذن حتى يوصلنا إلى طريق نتاعنا اللي رانا رايحين ليه، أي من هنا ونوصل لهنا. إذن هذا هو
المنطقة نتاع الانطلاق نتاع المشروع، وهذا هو المبتغى، يعني الاتصال الوصول إلى مدينة سيدي عبد الله، وهذا هو الخط الذي راه الآن بدأ الإشغال فيه، وسوف يكتمل على مدى 24 شهر، وهو بالخط السريع من طراز ألف، يعني تلت أروقة في تنين. نترككم مع الفيديو اللي يتكلم عن انطلاق الأشغال هذايا، و استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. على مسافة 16 كيلومتر انطلقت أشغال الطريق السريع الجديد الذي سيساهم في التقليل من الازدحام المروري بالعاصمة. مشروع حيوي يمتد من بلدية العاشور وسيدي عبد الله على أن تكون له مداخل في العديد من البلديات المجاورة. من أهم أيضا المشاريع التي ستسمح بتخفيض الهام من الاكتظاظ التي تعرفه مختلف مناطق العاصمة، من بينها الطريق السريع الجنوبي، الطريق السريع أيضا الشرقي، وأيضا العديد من الطرقات داخل العاصمة، الطرقات الوطنية بما فيها الطريق الوطني رقم 11. اليوم نبدأ بهذا المشروع على بركة الله.